Assalamu alaikum, معكم الأستاذ عجرود. Today we are going to explain the theme Ill-gotten gains never prosper, Unit Ethics in Business. اليوم راح نشرحوا عنوان الوحدة الأولى اللي قراوها الآداب واللغات الأجنبية والآداب والفلسفة واللي هي ثاني وحدة للأدبيين وأول وحدة للعلميين والشعب التقنية. Theme ill-gotten gains never prosper راح نشرحوه بالكلمة ill it means bad يعني حاجة مش مليحة gotten معناها obtained obtained معناها متحصل عليه حاجة تحصلنا عليها gains معناها profit money or wealth معناها الأرباح profit يعني أرباح money الدراهم wealth هي ثروة never معناها jamais Prosper, develop, grow, succeed. Prosper معناها تزدهر, تنمو, تنجح. المعنى على بعضها ill-gotten gains never prosper يعني عنوان الوحدة معناه أي شيء نحصل عليه بطريقة غير شرعية ولا غير قانونية ولا بطريقة مش مليحة طبعا ما راحش يزدهر, ما راحش ينمو, ما راحش ينجح. كيما نقولوا احنا كاين مثل عنا نقولوا فيه مال حرام يروح في الظلام في الوحده هذه راح نهضروا على ethics in business يعني الاخلاقيات في العمل ولا الاخلاق في الاعمال that's it for the first video ان شاء الله في الفيديوهات الجايه راح نشرح الدروس باختصار كل ما ندير درس راح نحطه في صورة ونشرحه إن شاء الله. See you guys. Goodbye.